حاليا امام هذه الساعه حاليا غادي نعقد دابا مجلس الكليه، ومجلس الكليه قد تسرب وقد تسرب الى الخارج انه سيتم توقيف مسؤول مصر القضاء والتحكيم. كيقول لك ما غاديش توقفوا الامور ديالكم عاديه، غادي يتم فقط توقيف المسؤول. انا كنقول الا توقف المسؤول حنا فين غادي نمشي؟ كيقول لك اوتوماتيكمون النهار اللي تبناك خصك تضامن معاه، اللي تبناك فين راه؟ الا وقفتوه اوتوماتيكمون كنسحب، لا طلبه ولا مسؤولين ولا مؤثرين، والمؤثرين بدون استثناء اكدوا على انه الا تم انسحاب توقف المسؤول غادي نسحبوا معاه. واذا هذه الحاله كتقول لي حنا قاريين دابا فترة الامتحانات باغيين غير ندوزو، وكاين اساتذة اللي عطاو الاعلانات ديال الامتحانات، وكاين مواد اللي ديجا خدموا صحاب بروميير اني، اذا فين غادي يمشيو هادو؟ غادي تجيب لي اساتذة اخرين؟ واش غادي تجيب لي امتحان اخر؟ فين راه نقطة الامتحان؟ فين راه نقطة الشفوي؟ فين راه نقطة العروض؟ فين راه نقطة المشاركة اللي انا كنت كنحضر؟ فين راه نقطة الحضور اللي انا كنت كنحضر؟ فين راه؟ دابا جيتي كتقول لي انا اضمان، باي صفة؟ باي ضمان تضمن؟ هذا هو اللي بغيت نوصله للراي العام، بانما الاجواء ما راهاش هي كما يقال عنها، ولا كل واحد كيبغي يستتب، كل واحد كيبغي يدير ما يسمى كيدير الاغراض الشخصيه، كيبغي يحقق الاغراض الشخصيه ديالو. اراني معاك، اراني كنتضامن معاك. التضامن الذي ياتي في وقت الشده ليس بتضامن، التضامن اللي كيجي في واحد الوقت اللي انا كنشوف مصلحتي فيه ماشي تضامن. انا اتساءلك ايها الاداره فين كنت عام ونص؟ ما عرفتينيش، دابا وليت النمره تاع التليفون ديالي مسجله عندك، وليت سميتي عارفها. فين كنت عام ونص؟ شي مره انا كنت كنتلقى بزاف ديال المشاكل على مستوى التنظيم العلمي في هذه الكليه. كنا كنطالبوا بقاعه الندوات تلغى قاعه الندوات، كنا كنطالبوا بانشطه علميه تلغى الانشطه العلميه. ما كاينش تشجيع، ما كاينش تحفيز. دابا راه كنتضامن معاك الماستر اذا توقف مسؤوله اوتوماتيكمون المؤثرين كينسحبوا، اوتوماتيكمون الطلبه يتضامنون، وهذا الشيء اللي كيعبروا عليه حاليا.